حد عارف احنا مين ولا فين، والحنين زايف كأنه مش حنين. حد عارف احنا مين ولا فين، والحنين زايف كأنه مش حنين. أول حاجة اشتريتها في حياتي عشان أربيها في البيت كانت زرعة خضرة، كنت بحبها قوي، كنت مقتنعة أنها بتحس وبتتنفس زينا وبتحتاج تشرب عشان تكبر وسط الحياة أكتر. كنا بنحس ببعض، كنا بنتكلم كتير، وكنت دايماً بستنى الرد مع الشمس، الشمس اللي بستناها مع فجر كل يوم جديد. وكمان الزرع بتاعي الأخضر، قد إيه إحنا شبه بعض، كلنا زي الشجر محتاج المية عشان يعيش ومحتاج الهوا عشان يتنفس، والأهم من كل ده محتاج الأمل، الأمل في شمس كل يوم جديد عشان يقدر يكمل، لأنه من غير الأمل مفيش حياة. أمينة أمينة سلمى حبيبتي وحشتيني. وانت كمان. جيتي مع مين؟ مع فيدو. يا حبيبتي وحشتيني قوي قوي قوي. حاضر. استني طيب. قول لي يا فريد، هو الدواء ده نتيجته هتبان امتى؟ النهارده هتبان النتائج ان شاء الله يا استاذ محمود. النهارده المفاجاه الحلوه دي. اهلا يا امينه. ازيك يا فريد؟ احنا قلنا لازم نيجي نزوركم بقى النهارده. دي احلى مفاجاه. ويا ترى وجيد عارفه ان انتوا هنا؟ لا ما تعرفش. طب بقول لك ايه يا فريد، ما تسيب سلمى معانا هنا وانت راجع خدها، ممكن؟ خلاص انا هقول لوجيده انها معايا، هسيبك يا سلمى وهرجع اجيبك كمان شويه. اوكي
بعد اذنك سمح الله. خليك. باي باي. الله يسلمك. تعالى حضن جده، تعالى حضن جده، تعالى حضن جده، تعالى حضن جده، تعالى حضن جده. إن الوقت أسرع من الأمير، إن الصوت والصورة يتحكمان في كل شيء. لابد من إسقاط مملكة الكذب، مملكة الإدعاء، مملكة التشويه بالحروف. ألو، صباح الخير، وحشتينا. يلا بقى مستنيك. ازيك يا عم تسوق؟ اهلا يا دكتور. يا عم تسوق احسن النهارده من الاسبوع اللي فات؟ الحمد لله، احنا في نعمه. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده حتى الوجع اللي في بطني الحمد لله ربنا عافانا. الحراره يا عم تسوق، اظن دلوقتي مش بنشتكي من الحراره. لا خلاص، ده من اول امبارح والحراره اتكلت على الله. طب الحمد لله. طيب يبقى عم سوق يبتدي ياخد حقن بروفيت من بكره بقى الصبح، وان شاء الله هيبقى كويس وهيخف يا دكتور. ان شاء الله استريح النهارده ومن بكره يبتدي العلاج. يلا بينا. شكرا جزيلا. سلام عليكم. العفو، مع السلامه. الحمد لله الناس بدات تتحسن. لسه بدري عقبال ما نقدر نقول ان الفيروس اختفى تماما يا عيني، غير الناس اللي الكبد بتاعها تهد بسبب مده العلاج. يا اخي بلاش تشاؤم، خليك متفائل شويه. ماشي. ساتر يا رب. وهنا عايز اخضر. يلا. الاخبار؟ الحمد لله. يلا عشان نكمل الاخضر. بابا انا خارجه، هتعرف تاخد بالك منها لحد لما ارجع؟ ايه شايفاه نكتع ولا مكسح؟ ايوه هاخد بالي منها. ده بقول لك ايه، بالمناسبه فكرتيني لما شفتك في التلفزيون لما كنت بعمل البرنامج بتاعي. بعتت لي واحده اسمها كوهنور عثمان، برنامج بتوري ازاي الاطفال يقدروا يشتغلوا بالازاز، بعشقوا حاجات كده ويقدروا يبيعوها فيتعلموا، وفي نفس الوقت شوف الصوره الرهيبه بتاعتهم. برنامج جميل جدا جدا. انتج واكسب بشرف. بتهيألي لو طبقنا ده في المجتمع المصري عندنا او في المجتمع العربي عموما مع الاختلافات طبعا والظروف، بتهيألي ممكن نطلع بنتيجه كويسه. احنا لو فكرنا فيها اكيد هتفرق كتير قوي. احنا؟ انا مش بسألك عشان احرجك، انا بسألك عشان اطمن انك معايا. الحمد لله على السلامة يا أمين. الحمد لله على السلامة. طيب أنا هخرج مش هتأخر. على إذنك. مع السلامة يا حبيبتي. أيوه يا سيدي، أيوه يا سيدي. بص بقالنا أسبوعين في الطالع وسهم أكسيوم صاروخ. ربنا ما بيرضاش بالظلم أبدا. ها؟ ما هو كده بيشتري بالغالي وهيضطر يقف غصب عنه. بقول لك ايه، طب ما نتقابل عندك في الشركة. انت لسه ما نزلتش؟ ليه؟ لا لا مفيش، انا صحيت تعبان شوية يا معلم. قدامي ورق فياكم كله اهو بقراه. ماشي خلاص، على العصر هتلاقينا عندك.
هكلمك وانا في السكه. مع السلامه يا استاذ يوسف. مع السلامه. اتفضل. بس ايه الحركات دي؟ نيو لوك و... ايوه افضلي حلوه كده. لو كل الناس ضحكتها زيك. كان ايه اللي حصل؟ طمني. ما حصلش حاجه. وحشه. فيني؟ انت فين؟ مختفي. موجوده يا ياسين، انت اللي مختفي. وبعدين بقعد ادور عليك في الفي مش بلاقيك خالص. انا ما قعدتش اروح على الفي زي الاول. كبرت انت على الفي. اللي زيك ما سهرش دلوقتي في الفي. بالعكس. أنا عملت ألفي أساساً عشان الناس تبقى براحتها. يعني برستيجك ووضعك دلوقتي في أكسيوم كبزنس مان غير وضعك كنت صاحب ألفي. وجهة نظر برضه. قولي لي، أنت بتروحي ألفي لوحدك ولا معاكي ناس؟ يعني إيه معايا ناس؟ يعني حد مثلاً اسمه حسين علامي. طبعاً أنا مضطرة إن أنا أجاوب على السؤال ده. أنا مصاحبش واحد زي حسين علامي يا ياسر. أول ما يخلص مني هيرميني. بس أنت شاطرة، تعرفي تاخدي اللي أنت عايزاه منه. وعدك بإيه؟ والله هو بيفتح قناة جديدة وعايز يشغلني معاه. من غير ما تتريق، أنا لا صدقته ولا كدبته. أهم حاجة تسمعي من هنا وتطلعي من الناحية التانية. تشربي إيه؟ نشرب. ما إحنا مش هنتغدى ولا إيه؟ لا هنتغدى بس نشرب حاجة دلوقتي. ماشي بس هنتغدى. أوكي. ماشي. المدارس دي كلها في نفس المنطقة في دار السلام. أغلب المدارس دي عندها نفس المشكلة، إن المدرسين ما بيروحوش، واللي بيروح منهم ما بيعملش أي حاجة، لأنه بيعتمد على الدرس اللي في البيت. مرتب المدرس من دول ما بيعديش ال 200 جنيه، ده بعد الحوافز والمكافآت. صح، بس المشكلة مش في المرتب، المدرس نفسه حاسس إن مفيش أمل، يعني مفيش فايدة، والولاد دول مهما قعد يشرح لهم محدش هيوصل لحاجة. مظبوط. أنت بتتكلم صح. يعني أنت النهاردة لو اتعرض عليك إنك تشارك في مشروع قومي، وأنت عارف فعلاً إن مشاركتك هتفرق. مش هتشارك؟ احنا لما قررنا نبني السد العالي ولا لما قررنا نحشد الناس عشان الحرب، عارفين ان معدل الجريمة تقريبا كان صفر؟ عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان احنا شعب الازمات، شعب يقدر يعمل اي حاجة في اي وقت لما الظروف تضطر. واحنا مش عايزين لا قدر الله ان الظروف تضطرنا ان احنا نتحرك وقت الازمة. عايزين ناخد المبادرة، الفكرة في التنمية. كل واحد فينا عنده موهبة خاصة بيه، الطب موهبة، الهندسة موهبة، الرياضة، الفن. المطلوب إن احنا نركز على المواهب دي عند كل واحد فينا من البداية، نشوف كل واحد مميز في إيه، ونعمل فصول تانية، كل فصل يبقى ليه مدرس متخصص ينمي المميزات دي. لو قدرنا نلاقي الدعم، هنقدر ندفع مرتبات المدرسين المتخصصين، وفي ظرف سنين مش كتيرة من دلوقتي، هيبقى لنا جيل مميز، جيل قدر ياخد حقه من التعليم الصح. يعني احنا نقدر نقول احنا عدينا المرحلة الحرجة والصعبة في البورصة، عشان احنا خلاص دلوقتي احنا في حالة ثبات في سوق تداول. عشان كده انا فكرت انه خلاص احنا الوقت مناسب ننزل العلاج، علاج فيروس سي للسوق، ينزل معاه بروفيت ويكون علاج لمدة شهر. ازاي وانت قلت في التلفزيون ان هو هينزل مجاني؟ مجاني، بس مجاني للي اتضرر من البروفيت، هيتعالج في مستشفى الدم. انما العلاج لازم ينزل السوق، وده عشان مصلحه اكسيوم. انا مع ياسين يا فاطمه. احنا دلوقتي قدرنا نثبت وجهه نظرنا، وقلنا ان احنا هنعالج غير القادرين في مستشفى الدم. وعلى فكره الاسهم دلوقتي في وضع كويس قوي، وعلى فكره دي فرصتنا نقدر ان احنا نرجع بروفيت. مظبوط يا دكتور، كلام سليم. دي فرصتنا ننزل العلاج للسوق، بس مع تغيير بسيط. أنا شايف اسم بروفيت اسم مكروه ومحروق في السوق، عشان كده العلاج لازم ينزل تحت اسم تاني، وأنا حاسس إن اسم عربي هيكون مناسب. الدواء. بس الدواء اسم بسيط ما فيهوش غرور. بروفيت بروفيت، أنا مش أنبياء يعني، لولا توفيق ربنا ما قدرناش ننقذ حياتنا وحياة الناس اللي في المستشفى. تمام؟
أصواتكم. شكرا. إجماع. أخيرا. قول لي مفيش أخبار عن حسين علام؟ أنت اللي هتقول لي. أقول لك إيه بس ياسين؟ أقول لك إيه؟ فيكم هتاكلك ياسين. لازم تلاقي طريقة توقف بيها زفت حسين علام ده. طيب تفتكر إيه الطريقة؟ يعني إذا كان حسين علام ده تأثيره قوي كده في فيكم، لازم يبقى ليك تأثير على الأقل قده. طيب مشروع أمينة والتعليم؟ لا 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 مش كفاية. أنت عارف إن مردود مشروع زي دول مش هيبان تأثيره إلا بعد كام شهر ويمكن كمان كام سنة، حتى لو لقيت المبادرة الصح. للأسف حسين علام بيملك أقوى سلاح على الأرض دلوقتي، أقوى حتى من مستشفياتك ومن أكسيون نفسها. العلام مش عارف أقول لك إيه، مش عارف نعمل إيه. رغم كل النجاح اللي إحنا فيه ده، كل اللي قادرين عليه إن إحنا نوقف حسين علام ونعطله عن حكاية الشيرة دي، لأنه لو استمر فيه هيكون بالتأكيد إنه يشترينا. لازم. مش عارف يا أستاذ رمسيس، أنا حاسس إن الموضوع أبسط من كده. طيب يا سيدي، يا رب. مساء الخير يا ريس. إن شاء الله الجو عندك يكون حلو زي هنا كده. لا لسه بدري عندنا حسين. المهم أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. أي نعم البورصة طلعت بأكسم شوية، لكن مش مشكلة، الموضوع يستحق. ومبادرة ياسين للصحة وأمينة للتعليم، الجرايب بتكتب عنها جامد، إيه الحكاية؟ يا ريس هنلاقي حاجة نغوش عليهم بيها فالناس تنسى وخلاص. إزاي يا حسين؟ يعني أول ماتش جاي نولع الدنيا فالناس تتشغل وتنسى، إيه الجديد؟ وياسين هتتصرف معاه إزاي؟ إن شاء الله يا ريس الليلة دي هتبقى آخر مرة تسمع عنه فيها. لآخر مرة هقول لك يا حسين، مالكش دعوة بأمينة. فاهم؟ فاهم يا ريس، تحت أمرك. تحت أمرك. مع السلامة. تحت أمرك يا ريس. لو ان في طربايه بيني وبين ابوها. طيب الدواء هيبقى جاهز امتى عشان نسافر المعامل؟ يعني خلال شهرين كده. حلو حلو. انا مش عارف اشكركم ازاي. مفيش داعي تشكرنا، احنا المفروض نحييك على شغلك. مستشفيات دخلها الاجهزه والمبادره ماشيه كويس جدا. لسه انا كلمت اداره جامعه القاهره وعين شمس، عايزين كل الطلبه اللي في مراحل الامتياز، هنحتاجهم معانا. طبعا احنا الحجم وكمل معاهد المستشفيات دي كلها محتاجين كل دكاتره مصر. لسه برضو في دكاتره مصريين واجانب هيجوا خلال الشهرين اللي جايين ان شاء الله. وزاره الصحه هتشوف احسن ايامها، بس المهم نكمل. اوف بس انا عارفين في حاجه كده غريبه بتحصل معايا بقالي كام يوم كده، مش عارف انام. ممكن عايز منوم قوي لو موجود. طلبك عندي يا سيمبي، دقيقتين واجيبه لك من مكتبي. قرصين بس يا ايمن مش اكتر. حاجه غريبه. ياسين، هو انت ليه ياسين كنت مخبي عني انك تعرف احمد؟ امين اللي قالت لي. انا مش عارف انت فاهم ايه، بس احنا نعرف بعض يعني، بس مش صحاب. هما اللي معرفة برضو تصوروا مع بعض؟ صور لندن. أنا كنت وقتها بكمل دراستي، لكن أحمد شفته مرة أو مرتين يعني مش أكتر، حتى كان يكلمني عنه. يمكن عشان كده أنا حبيت أتعرف عليك. فكرتني. فاتتك امبارح يا اسطى قعده لوز الموز. اهلا معلم شعبان. احلى سلام على احلى رجاله. صباح الجمال يا معروف. الحمد لله. ازيك يا هرز؟ ازيك يا معلمه؟ اتفضل يا معلمه. لسه بتتنطط يلا. يعني على قدنا كده يا معلمه. انا عايزك في كلمتين على السفرات.
طب بالاذن انا بقى معلم هروح كده يا اسطى معروف افسح نفسي شويه. ماشي زق انت يا ارض. اقعد شاي يا معلم. لا 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 انا مش جاي عليك ولا جاي الضايف، انا بس الحكايه فيها في مصلحه ومش هيسد فيها حد غيرك. ايه قولك؟ تحت امرك يا معلم. احبك وانت حبيبي. قد ايه طعم الغضب مر وطعم الانتقام حلو. الانتقام الاجمل هو انتقام السعاده من الغضب اللي جوانا، الضعف اللي بنحس بيه قدام اللي كسر جوانا نفسنا. اي حد يخليك تكره نفسك ما يستاهلش غير ان هو اللي يكره نفسه. لولو الف وحشني. انت كمان انت مختفيه ليه بقى؟ ما تكلمينيش، ما تعديش عليا في الفي. في ايه ماما ولا في حاجه تانية؟ ماما ربنا يكون في عونها بقت ماشيه زي الميتين في البيت، محدش حاسس بيها. ماما اللي كانت بتقعد ترغي في التليفون بالساعات ولما بتضحك صوتها بيسمع في البيت كله، خلاص ما بقاش ليها صوت. انت ندمانه مش كده يا هنا؟ مش هضحك عليك يعني لو قلت لك لا، بس في نفس الوقت لو ندمت مش هبقى قدامي حاجه تانية غير الانتحار. ايه يا بنتي الكلام الكبير ده؟ في كتير جدا. الابتسامه الجميله دي كل الحياه اللي قدامك دي طبعا. في بقول لك ايه، ما تيجي اعزمك على عشان النهارده في الفي انا وانتي بس. مش هينفع، صعب قوي اسيب ماما في الظرف اللي احنا فيه ده. يا ستي لو على ماما انا هكلمها واقنعها، ما تقلقيش. وبعدين انتي محسساني انكم قاعدين في حضن بعض طول النهار، ما انتي في حته وهي في حته وكل واحده في حياتها. خيري اسمعي الكلام. ايوه كده ايوه كده. يا ياسين باشا ده عايز الطلب يا معلم. شفت انا بحبك ازاي؟ ياد وعدتك هظبطك واجيب لك حقك كمان. احنا عايزين راسه زي ما شرحت الدكتور، عايزينك تشفي ياسين ده. على عيني يا معلم. بس في مشكلة، بيته متأمن، الحكومة شادة عليه. لا ولا أي حكومة، أنا بيته ده أنا حافظه صم. يا دي عبيط، أنا برضه هرميك في التهلكة، أنا مظبط الناس ومسايب لك الحب. خلاص، كله مترستق. أنا بس بقول لك كده عشان لو باظت منك ما فيهاش المرة دي. حطيت فيها رقاب، ورقاب تقيلة أوي، مش هينفع تنعقد. هي مرة واحدة وبس. ما تقلقش يا معلم، هي المرة. يبقى اتفقنا. عن إذنك أنا بقى. لا معلش يا معلم، بس كان عندي سؤال صغير كده. مين اللي طلب رقبة ياسين؟ وهتفرق معاك في إيه؟ لا هتفرق كتير لما أعرف ملبس، مؤاخذة يعني أقدر أعرف أنا هطلب كام. تطلب كام؟ الله الله. انت هتدوس من اولها على عالي يا معروف. ده انت لسه ما بقالكش في البلطجه كارنيه، عايز تخش النقابه وتقعد على تلها. لا يا معلم امين، ولا كارنيه ولا نقابه، عايزك بس تبعت رساله اللي بعتينك تقول لهم معروف هيحش رقبه ياسين والست امينه بتاعته. مالكش دعوه بالست بتاعته، كلام واضح، هو ياسين وبس. ولو اتصرفت من نفوخك بتعاديني. ما تعملش ولا تنفذ الا اللي ينطلب منك وبس. وانسى حكايه انك تبعت رسائل لحد عشان انت مش قدهم يا فالح. ها؟ اديني فرصه احبك. سلام. سلمى وحشتني قوي، كانت عامله حس كده البيت، بتفكرني بيكي، فيها حاجه شبهك. شبهي؟ جايز ولا جايز انت اللي وحشك القعده وسط عيال صغيرين؟
كان نفسي اشوف ولادك. هو النصيب طبعا، كل حاجه نصيب يعني. انا اثبتت بالتجربه ان انا ما ينفعش ولا اتجوز ولا اخلف. ليه؟ ما كلنا بتحصل لنا بلاوي ومصايب. في مصايب ما بتتنسيش وبتاثر في الانسان. في حاجات تانية بتحس ان الطبيعة اقوى مننا. الواحد زي ياسين ده عايش مع مين؟ افتكر لوحده، معرفش. بس واحد زي ده صعب يبقى عنده صحاب ولا اهل. اللي زي ده صعب يحب او يثق في حد. ياسين الانتقام عميه. الحمد لله ان انت عارفه ان الانتقام بيعمي. ليه عنيه تفرق؟ انا مش مجنونه زيه. انا عارفه كويس انا بعمل ايه. هنشوف في الاخر هتخلص على ايه. تؤمر بحاجه يا باشا؟ شاكر يا راجل. هو احمد باشا فين؟ البوكس هو بره، بس انا جيت اطمن على حضرتك، عايز حاجه ولا لا؟ لا شكرا يا راجل، ربنا يبارك. ساعات بتضايق لما اكون وسط زحمه وناس، بحب ابقى لوحدي اكتر. يمكن بتحب تبقى لوحدك عشان تفتكر ياسين. مش عارف انا بفتكر ليه اساسا. علشان انت رافض تعيش زينا، رافض تكون جزء من بيت ومن عيله. انت عايز تعيش حياتك تنتقم وبس. بإيدك ياسين تبقى زي كل الناس وتعيش مبسوط برضو. انت رفضت الجواز ليه؟ عشان ما بتحبنيش. ما سألتش نفسك ليه انت اخترتها من الأساس؟ اخترت واحدة متجوزة علشان تحبها، علشان تعذب روحك وتعيش لوحدك وانت عارف ان هي عمرها ما هتقدر تحبك. انا عذابي الأكبر اني ما اقدرش انتقم لأهلي. وتفتكر هم هيفرحوا بانتقامك ده؟ ياسين انا مش بشكك في قدراتك ولا عندي شك انك ممكن تكون مخطط غلط، بس سؤالي ليك دلوقتي، انت هتحس بايه لما تحقق كل اللي نفسك فيه؟ مش هحس باي حاجه طول ما امينه بعيد عني. بس خلاص ياسين علام لازم يدفع كفايه عليه قوي لحد كده. الناس مبسوطه منك قوي يا حسين. ولسه يا باشا، كل ما يحس ان هم قامت لهم قومه هنوقعهم تاني. انا احتمال اعدي على مصر قريب، هنتقابل اكيد. اكيد يا باشا، خلي انت بالك من نفسك. تحت امر سعادتك. تحت امرك يا باشا. مع السلامه يا ريس. مع السلامه. سلام. ازيك يا اسماء؟ أنا تمام. عارفة أسمع نفسي في إيه؟ إيه؟ نفسي يبقى عندي إجازة زي بقية الناس. عايز أخرج من الجمعة الصبح في الشمس والنور. طب ما أنت اللي حابس نفسك مع تلفزيوناتك. يعني أسيب الدنيا تولع طيب؟ يا عم تولع، ما هي كده كده ولعة. الجديد يعني. الورق اللي طلبته. كل الورق اللي في مكتب ياسين. ايه ده؟ ليكم؟ ده ياسين بيذاكر الواجب بتاعه كويس قوي. ميرسي يا اسماء. ميرسي جدا جدا جدا. انا مش عارف اودي جمالك دي فين. مش مستنيه منك ميرسي يا حسين بيه. مستنيه شغل. وانا عندي كلام. بكره الصبح تروح الاستوديو وتلاقي الناس مستنيينك وبالاسم. يا احلى سمسم. بطل بقى. ابطل ايه بس؟ اسمع انا الشقة تلني مش عارف اعمل ايه. بص يا حسين، انا ما بحبش جو المكاتب والحاجات دي. انا بحب الشمس والبحر تان. طب كويس، محلولة. اعتبرينا من دلوقتي حجزنا في اشيك ريزورت. ماشي. تشربي ايه؟ اي حاجة. يا
خلاص شوفي ظروفك وكلمي. تمام. لا معاكي معاكي. لا بس حاجة غريبة كده. المخبر اللي سابوه بعد حكاية معروف مش موجود. ولا البوكس. لا لا ما تقلقيش ما فيش حاجة. لا انت راح مشوار ولا حاجة. طيب خلاص انا خلاص. أمينة تصبح على خير بقى. أنا طالع أنام. أنت من أهله. تعملي إيه؟ أنا بس ببص على ورق حسين علام وفايكو. يعني نسبتهم قد إيه؟ مفيش أرقام قدامي بس في حاجة غريبة قوي. حسين قال لي ياسين إنهم عايزين يخلصوا من منصور وفايكم تشتري أكسيوم. عشان كده سابوا ياسين يلعب منصور. مفتكرش هما سابوا ياسين لحاجة تانية خالص. سابوا ياسين عشان يلاقي العلاج والدواء وساعتها لما ياخدوا الشركة ياخدوها بكل اللي فيها. الكتاب حسين عارف كل حاجة في الكتاب وعارف ان ياسين مش هيهداله بال غير لما يلاقي الحل. وياسين دلوقتي لقى الحل وافرج عنه والنت منزل كل حاجة عن العلاج. طب بعدين؟ مش عارفة يا بابا. أنا حاسة إنهم هيأذوه. هيعملوا معاه زي ما عملوا مع أحمد. بس طبعاً ساعتها كان معروف سبقهم. عندي إحساس إن في حاجة غريبة هتحصل. إحساس؟ أنا لسه قافلة مع ياسين وبيقول لي إن الأمن اللي عنده في البيت مش موجودين. وشوف أنت بقى. أشوف إيه؟ اطلبيه تاني. الو الو ايه الاخبار؟ انت كويس؟ لا لا كله تمام مفيش حاجه. وصلت البيت؟ انا في البيت ما تقلقيش. انا كنت بطمن عليك. ياسين بتعمل ايه؟ مين اللي ياخد حقك؟ مين عندك؟ ياسين جاي تقتلني زي ما قتلت احمد ابو العيله. لا يا باشا انا جاي بخاطري بس انا جاي عشان ابعتك انت. ليه يا معروف؟ انا عملت لك ايه؟ تعمل كده عشان مين؟ مش عشان حد يا باشا. كداب. انت بتعمل كده عشان اللي بعتك. عشان انت خلاص اتعودت على الدم. عارف يا باشا؟ اللي زينا اتخلق عشان اللي زيه كويس على قفاه. مش صحيح. كان عندي عشم فيك انك ما تبقاش زيي. مش عايش عشان تنتقمه بس. بس انا زي زيك يا صاحبي. لا يا باشا. في فرق بيننا. انا عايش وانت ميت.